الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم إحسان عمري، رئيسة جمعية أجيال. اليوم أنا كنت واجد بمسرح محمد السادس في افتتاح مهرجان طرب الغرناطي في دورته 31. كانت عندي مشاركة ضمن الجوق الجهاوي الذي يضم 9 جمعيات ككل، وكان ليه شرف الحضور وشرف المشاركة في هذا اليوم في يوم الافتتاح، وقد تم تكريم بعض الشخصيات وتمت إقامة بعض الكلمات لبعض الأشخاص، وأنا جد مسرورة بهذا الافتتاح، وإن شاء الله حتى أنا غادي نشارك كجمعية في المهرجان في السجن المحلي في اليوم التالي إن شاء الله. وكنتمنى من الجمهور ديالنا انه يشجعنا ونقول لهم ان شاء الله غادي كاين الجديد ان شاء الله. وشكرا جزيلا، وشكرا لجريده ويسلان نيوز. الجمعيه ديالنا غادي ان شاء الله تشارك في اليوم الموالي، وكنشكر الجميع، ودائما تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وشكرا جزيلا.